اسأل كده، اسأل. يعني كيف عن الحالة عندكم؟ نفس الشيء وقع عندكم ولا كيف؟ حالة ايه؟ فقط عندنا هنا. حالة يعني ايه؟ تغيير الناس وضعيتهم بالنسبة للمسلمين. تعاملوا معهم. انت بتتكلم عن الاحداث، احداث باريس، اعقاب احداث باريس. والان بلجيكا عاملين الارم. نعم. بدون بالنسبة حدود. بالنسبة لتأثير احداث باريس. طبعا هو سيء كثير جدا على كل الجاليات العربية المسلمة، مش في فرنسا فقط، في اوروبا كلها، حتى في كثير من الدول العربية. احداث باريس نحن ليس لنا بها اي صلة كعرب وكمسلمين على الاطلاق، لا تمت لنا باي صلة وباي رسالة، وهذا ليس جزء من الاسلام، والاسلام بريء منه. براءة الذئب من دم يوسف عليه الصلاة والسلام. اما احنا فدورنا ايه في احداث باريس؟ دورنا ان نخرج ونقف ونقول نحن مواطنين فرنسيين، نحن مواطنين المان، نحن مواطنين اوروبيين، بريطانيين، بلجيكيين، فرنسويين الى اخره. ندافع عن قيمنا، وندافع عن ديننا، وندافع عن وطننا ضد اي عمل غير سوي، ضد اي عمل يوصف بالارهاب او بالتطرف او بالانعزالية. نحن كجالية علينا ان نحدد الرسالة التي نوجهها للمجتمع في باريس، في المانيا، في اوروبا، في العالم كله، اننا هنا نمثل قيمة الاسلام الانسانية كغاثة اسلامية، او نمثل قيمة الاسلام الحضارية كمجتمع مدني يعيش في اوروبا، او نمثل قيمة الفرد المواطن الاوروبي التي تتمتع بها كل شخص، ونحن لسنا مواطنين من الدرجة الثانية او الثالثة او الرابعة. نحن نريد ان نقول للجميع اننا نقف مع اوطاننا ضد الارهاب، ولا نؤيد قتل البريء، سواء كان هذا البريء مسلم ام مسيحي ام يهودي. لا نؤيد الدم، فالدم له بحار ومحيطات ليست لها نهاية. نؤيد التفاهم، نؤيد التعايش، نؤيد التكامل، نؤيد بناء الشراكات، نؤيد بناء الأوطان، نؤيد تفعيل الشباب والنساء لكي يأخذوا دور قيادي قوي لهم في المجتمع لدينا، نؤيد توضيح رسالة الإسلام الإنسانية الحضارية المجتمعية التي أرساها المصطفى صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من 14 قرن. لذلك نحن لن نتحدث عن باريس، لأن نحن لسنا الفاعلين، ومن فعلوها لا ينتمون إلينا بصلة، لأننا نمثل هذا الدين الكريم بأشخاصنا وبقيمنا وبأفعالنا وبتكاملنا مع أبناء الوطن الواحد، سواء كان هذا الوطن في فرنسا أو في مصر أو في الأردن أو في المغرب أو في الجزائر أو في تونس. نحن ليس لنا أي صلة بهذا، ونقف مع الحق، سواء وإن كان هذا الحق ضد مصلحة بعضنا أو كلنا. إن الحق حق لابد أن يتبع. هل أجبت على سؤالتك؟ والله الجواب كان حلو، شكرا. يعني لو الناس كلها تتكلم زي حضرتك كده، يعني الآخرين حيفهموا الموضوع كويس. يعني شكرا. الناس كلها الآن بتدعي الإسلام صار إسلام يساوي الإرهاب. نعم. يعني المسلمين صاروا الآن حتى يخرجوا للشوارع هم اللي صاروا خايفين الآن. نعم. لأن الناس استغلت الموضوع العنصريين، وهذه فرصتهم الآن. نعم. لأن هذا كله الناس كلها عارفة، هذا مدروس. نعم. لكن من اللي حيتكلم، اللي حيستمع، الله أعلم. طيب. شكرا أخ عبد الجواد. شكرا.
شكرا لكم يا سيدي. نحن نتحدث إليكم من دوسلدورف، من الأوتوبان ثلاثة ذهب من دوسلدورف لكولون في ألمانيا في يوم الخميس 26/11 نوفمبر الساعة 11. حاضر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.